السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا جلالة الملك، لقد انتدبني قومي لما طلبتنا إليه، فاسألنا عما تشاء. يا جعفر، ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ هاتوا ما عندكم. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. وكنا إلى ذلك زمنا حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأهلنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لنعود إلى عبادة الأوثان ولنستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما عذبونا وقهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا من بلادنا إلى بلادك واخترناك عمن سواك، ورغبنا في قربك ورجونا أيها الملك ألا نظلم عندك. هل معك مما جاء به من شيء؟ أجل أيها الملك، فاقرأه علي. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن هذا والذي جاء به المسيح لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلقوا، لا والله لا أسلمكم أبدا ولا تكادون في بلادي. بورك فيك أيها الملك الرحيم العادل. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن سفهاءكم قد هاجروا وأمنوا لدى النجاشي، وقد أسلم عمر بن الخطاب، وهو من علمتم شدة وشكيمة وتأثيرا في بني عدي، وقد آمن حمزة قبله بمحمد فصاروا قبيلا ممتنعا، وها هو دين محمد يفشو في القبائل، فما أنتم فاعلون؟ أرى أن نكتب كتابا نتعاقد فيه على بني هاشم بن عبد المطلب. ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لا أرى إلا ما ترون، فنحن سادة قريش، ما نخرج به نلزم به عشائرنا كلنا. أوقد يئستم من بني هاشم أن يخلو بينكم وبين محمد؟ والتي لن يسلم أبو طالب ابن أخيه ولن يتركه ولو فني بنو هاشم، لذا أرى أنه لم يبق لنا إلا أن نكتب كتابا نقاطع فيه بني هاشم مقاطعة تامة. هذه سابقة لم تعرفها العرب. لا سبيل آخر. هذا هو الرأي يا أبا الحكم. إذن فلنكتب. لقد تعاهدت بطون قريش ألا تتزوج من بني هاشم، ولا تزوج لهم، ولا يبيعهم شيئا، ولا يبتاعون منهم. اكتب، اكتب يا منصور بن عكرمة العبدري، اكتب صحيفة مقاطعة بني هاشم، وهلموا هلموا فلنعلق هذه الصحيفة في جوف الكعبة لتعرفها قريش والعرب. إن أبا الحكم يريد استئصال هاشم. يا جلالة الملك، أبقي شيء يا عمرو؟ إنكم على خطأ والمسلمون على صواب. يا جلالة الملك، إنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. ما تقول يا ابن العاص؟ ما سمعت. اطردهم من ديارك يا جلالة الملك، اطردهم. لا أقرر حتى أتثبت. أدعو لي المسلمين حالا. يا آل هاشم، يا آل المطلب، إن قومنا قد أتوا أمرا منكرا عظيما ما عرفه العرب من قبل، فقد قطعوا كفهم وقاطعونا مقاطعة تامة إلا أن نسلمهم محمدا وأصحابه، فلا والله لا يصلون إلى شعرة من مفرقه ما دام في عرق ينبض. فمن والاني فليخرج إلي في شعبي، ومن والى قريشا فليذهب إليهم، وهيهات أن ينالوا من إرادتنا أو يحطموا قلوبنا، فوالله لنعلمن الناس كيف يكون الحفاظ على الحق والتمسك به، فليفعلوا ما شاءوا. من غد سأعتزل قريشا في شعبي، فمن شاء فليتبعني، ومن شاء فليتبع أبا جهل وملأ قريش. كلنا معك يا أبا طالب. كلنا معك يا أبا طالب. لا
لن أترك قريشا. قطعت كفك وعدمت صلة رحمك يا عبد العزة وخرجت منا، فاذهب، فإنما تذهب وحدك. وحدي؟ كيف؟ أيحتمل بنو هاشم وبنو المطلب مقاطعة قريش؟ أيحتملون الجوع والعطش وانعدام الصلة؟ وتعنس نساؤهم ورجالهم ويهلك أبناؤهم؟ كيف؟ كيف تفعل بنا هذا يا أبا طالب؟ يا عبد العزة، إننا مع أخي أبي طالب، فاخرج عنا لقريش ومشركي قريش، إنا لا نطيق غدرك بنا. ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، فلا خير ممن خصه الله بالحب. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. اذهبوا فأنتم آمنون في بلادي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، فوالله ما أحب لو أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ردوا على عمر هدايا فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ ربي الرشوة مني حين رد إلي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. ويحكم يا مشركي قريش، ماذا فعلتم برسول الله وأهل هاشم؟ أين تهربون من عذاب الله؟ أسامة، إلي يا أسامة، تعال يا بني، وليكن مصيرنا مرتبطا بمصير رسول الله وآل هاشم، ويا له من مصير كريم عند الله. تعال. ما وراك يا ابن العاص؟ بشر، بشر يا ابن أخي. بل الشؤم، لقد أمن أنصار محمد لدى النجاشي ملك الحبشة، وقال إنه لن يسلمهم لكم ولو بعثتم له ثقل ثبير ذهب.